طبعا عندنا 3 دقايق بقى، عايز اعرف راي حضرتك سريعا في محمد صلاح ومشواره مع ليفربول، وشايف محمد صلاح هينتهي بيه الموسم وهو مقرر انجاز هداف الدوري الانجليزي، ولا الموضوع هيكون صعب عليه بما انه بدا ان هو يكون معروف لمدافعين الدوري الانجليزي، بدا طريقه لعبه تكون معروفه، متوقع ان هو ياخد الدوري الانجليزي مع ليفربول، متوقع ان هو ياخد دوري الابطال، ولا المواضيع ماشيه؟ محمد صلاح اعتقد اللي هو بلغه الكوره قافله معاه شويه، لكن هتيجي تفتح. هل ممكن بسبب طريقه اللعب ان هو المدافعين خلاص بداوا يحفظوا ويعرفوا؟ وارد صح؟ وارد طبعا، وارد طبعا، لان خلاص عرفت الخصم اللي قدامي وعارف مميزاته ايه، وعارف اللي ده مفتاح فوز. المدير الفني محتاج هو اللي محتاج يطور اللعب، يطور محتاج يعني يدور على الحل، لازم يلاقي له حل، لازم يلاقي له حل. اعتقد ان محمد صلاح لازم عنده القوه اللي هي اي لعيب في الدنيا بيمر بهذه الظروف. محمد صلاح حفر في الصخر لغايه لما وصل اللي هو فيه، تعب. كان والده لسه كان بيكلمني بيقول لي انا رحت انا ووالدته وقعدنا شهر ما خرجش معانا 5 دقايق حتى. لو خرج انسى، يجي المغرب يصلي وياكل وينام، يصحى الصبحيه الفجر، كان ساعتها بيصور اعلانات بدون ذكر اسماء يعني، وبيروح على النادي وبيجي على المغرب. هي دي حياته، خلي بالك الحياه الاحترافيه دي حياه عذاب. الناس فاكره ده، لا يعني الناس فاكره ان هو بقى بيقعد كده وبيجي له بقى الجمبري وبيجي ايوه له في اليوم بياخد كام والساعه بياخد كام والدقيقه بياخد كام والحاجات دي، ده عذاب يعني ما بيتمتعش بحياته ابدا. لكن اعتقد اللي هو ماشي في الطريق الصح، وهيجي في الوقت اللي هو ان شاء الله هيبقى حته التهديف هترجع له تاني. الدوري الانجليزي يا كابتن هياخدوه ولا مانشستر سيتي اقوى؟ 50-50، مش 55، مش 60 السيتي، لا 50-50. طب اليونايتد هيلاعب السيتي على ملعب